رح نروح لمحطتنا الختامية، ويمكن من أهم المحطات اللي بنحكي فيها دائما فرح هي الشيء اللي بخص الصحة والطعام برمضان والنظام الغذائي اللي بيتغير. دائما الناس بشهر رمضان الكريم بتصوم لفترات طويلة وبيكون فترة قصيرة اللي بدها تاكل فيها بتبلش تظهر المشاكل. هون الأخطاء السلمية اللي نحن عم نحكي عنها، سواء من زيادة عدد الوجبات، بدنا نلحق قد ما بنقدر صح ناكل، بدنا نلحق نشرب مي كتير لأنه تاني يوم عنا صيام ساعات طويلة، ما بنقدر ناكل ما بنقدر نشرب. المشكلة ما بتوقف عن المشاكل خلال شهر رمضان وخلال أيام الصيام، لكن ممكن تستمر هي المشاكل الصحية أو حتى الهضمية لما بعد شهر رمضان. طبعا نصائح أساسية ومهمة كتير رح تخبرنا عنها أخصائية التغذية الدكتورة دينا العطار. يسعد صباحك دكتورة، صباحكم رمضان كريم، علينا كل عام وانت وعليكم بخير يا يا رب. رب، وانت بخير يا رب. ينعاد عليكي واهلا وسهلا فيكي. خلينا نبلش مع حضرتك، يعني كثير من المشاكل اللي ممكن يعاني منها الاشخاص ان كان بتخص الهضم بتخص مشاكل معديه وغيرها، خلينا نبلش نحكي عن ابرز المشاكل اللي بينصاب فيها الاشخاص بسبب الصيام برمضان. هلا من ابرز المشاكل اللي بتساءبنا وخاصه بالايامات الاولى هي الصداع. الصداع حيكون عندنا له كثير اسباب. هلا الصداع اول شيء لانه اختلاف عادات النوم، لانه صرنا في سحور ما عم ننام نوم متواصل، او في ناس ابدا ما بتنام تسحبها للصبح وتاني يوم عندها شغل بكير فما اخذت كفايه من النوم. هي بسبب من الاسباب. سبب ثاني هو نزول السكر بالجسم، كمان ممكن يعملنا هذا الصداع والخربطه بالجسم، حتى ممكن نوصل لدوخه واعياء واغماء كمان من سبب نزول السكر، او بسبب نزول الضغط كمان ممكن يكون هذا سبب من الاسباب. هلا حتى اللي بيعاني اكثر شيء المدخنين، واللي بيعتادوا على كثير نسبه كافيين بجسمهم، يعني اللي متعود على كل ساعتين فنجان قهوه او مج نسكافيه او كذا، فكمان كثير حيعاني باول يومين من رمضان لحتى شوي جسمه يتعود على السيستم الجديد تبع رمضان. فهدول من الاسباب. هلا في كثير ناس كمان بتعاني من التعب والخمول والصداع حتى بعد الفطور، نتيجه انه هن اكل وجبه واحده دسمه كثير كبيره بوقت قصير، بعد ما كانوا كثير ممتنعين عن الطعام نزل وجبه كثير كبيره، فالجسم مثل بيصير عنده شوك، بده يوزع الدم للهضم، بده يطلع على الدماغ، بده كذا، فكمان بيصير عندنا هذا الموضوع، يعني بيصير مخربط قبل الفطور ومخربط بعد الفطور، وبيبلش ثاني يوم كمان لساته جسمه مو عارفان كيف يرجلج لسه هاليومين هدول الاولانيات. المشاكل الاكبر يمكن دكتوره يلي عم بتصير لما الصائم بخلال وجبه الافطار، وهي بنشوفها بياكل كميات كتير كبيرة، بينوع كتير من وجبة الفطور لوجبة السحور، بيكون عنا عدد من الوجبات كتير كبير، فهون عم يدخل بمشاكل صحية خلينا نحكي عنها بالتفصيل. تمام. هلأ الشغلة اللي كتير بدي نوه عليها هو مو شهر حرمان، يعني المشكلة انه احنا فهمانينه انه هو شهر حرمان انه انا عن احرم. هلا اذا بنلاحظ اكثر الدراسات والابحاث عم ياخذوا شيء من هذا الصيام الاسلامي تبعنا، يعني هلا صار عنا بالدايتات شيء اسمه الصيام المتقطع، فهو عبارة عن نتائج يعني له نتائج كثير حلوة وكثير مفيد، وعم يلغوا اي دايتات كانت قبل ويتبعوا، لانه عم يشوفوا قد ايه انه هو بهالفترة هي الجسم عم يرتاح، البنكرياس عم ترتاح، نسبة السكر عم تنزل بالجسم، مخازن الدهون عم تنفتح، عم نقدر ناخذ منها نصرف. صحيح بالصيام المتقطع طبعا عندنا سوائل، عندنا ممكن ناخذ اي شيء ما فيه طبعا اكل ما فيه دهون، بس هون ابدا حتى وقفنا عن المي. هلا المشكله الوحيده اللي كثير عم تعاني العالم منها انه انا بدي اكل وجبه كثير كبيره بسبب اني انا حانحرم. اول ما نشيل من بالنا هي فكره انه انا محروم، هي اول ستيب بصراحه، لانه من هون بنبلش بصراحه، يعني اول ستيب اوكي انا جوعانه، بس مجرد ما اكل بالتمام يعني ببطء اكل شوي ورا شوي فكتير حارتاح، يعني ما حيصير مشاكل بجسمي. ورحنا كمان مشكلتنا الاكبر كمان انه عنا رحنا من بعد الفطور لوقت السحور شيء اسمه تسالي رمضان، وا 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 ممكن بتعادل وجبه الافطار بالكالوريز، ممكن بالتعب يلي بتخليه لبعدين، حتى في مشروبات سكريه كمان بترفع نسبه السكر كثير بالجسم. صح، يعني هي العصائر الرمضانيه اكيد انا ما بنفي انه مثلا مثل العرقسوس المريدين لهم فوائدهم الصحيه، بس المشكله انه رحنا وقت عم ناخذ كاسه عم ناخذ كميه كبيره من السكر. تمام. فمن الاخطاء اللي رحنا بنعملها انه انا اول شيء حافطر على كاسه ليمون او كاسه عصير، فانا فوتت لجسمي كميه سكر كثير كبيره بعد ما كان ما في ابدا، يعني انت تصوري انه انا هابط معدل
السكر لتحت واجيت اعطيته جرعه كثير كبيره. طب هو صار ما عاد ارتفع فورا عرفتيكي يعني. واكبر الاخطاء هذا الارتفاع حيضرب شيء عندي بجسمي لانه من هبوط لارتفاع كثير صعب. احنا بدنا نرجع نرفع نسبه السكر، اكيد بحاجه سكر بس ببطء. لذلك يعني رحنا بنقول انه يفطر على تمره، يفطر على مشمش مجفف، يفطر على تين مجفف، على هدول الامور لانه هدول باضافتهم لانه هن فيهم مغنيسيوم فيهم بوتاسيوم فيهم كذا فحيرفعوا نسبه السكر بشكل بسيط. يعني هذا سكر طعام، هلا هذا سكر طبيعي سكر بسيط، فامتصاصه بالجسم اكيد اسرع. اكيد. خلينا نحكي طيب عن هاي العادات الصحيه. يعني كثير بنسمع من الناس بتقول انه انا بفطر على كاسه مي تمر، ببلش بعدين سوائل مثلا ممكن شوربه ممكن سلطه ممكن شيء بسيط من الاكله. هل هذا فينا نقول نظام مثالي للافطار؟ وبعض الاخطاء مثل العصائر، نوعيه العصائر وخصوصا اللي بتيجي مصنعه يعني ما انا طبيعيه، مو تمر هندي او غيره، هدول يعني يمكن اخف شوي من غير عصائر. تمام. هلا مثل ما انت قلتي بهذا النظام اللي انه رحنا حنبلش تمره حنشرب كاسة مي، وحتى بحب كاسة المي مو اول واحدة وتاني واحدة وباردين ودغري كمان كتير من الاخطاء. كاسة المي مفروض حتى نشربها على ثلاث مراحل. بقدر انه هلا رحنا شوي طقس بلش شوب يعني وعطشانين واكيد، بس كتير حنرتاح لبعدين. هي عادة يعني، بعرف انه ما أنا سهل انه الواحد يعملها بس عادة بتتعوديها شوي شوي بيمشي الحال. مجرد ما ناكل تمره نشرب مي على دفعات بسيطة مو دفعة واحدة، بلش بصحن السلطة اللي حيرجع شوي من السوائل اللي بحاجتها جسمنا اللي فقدها. يعني السلطة كلياتنا بنعرف انه غنية بفيتامينات، غنية بالمعادن، غنية بالسوائل، يعني الخيار الخس كلهم مليء بالمي. فكمان حنرجع اي طبخة طابخينا بالبيت هي طبخة ممتازة ما عندي اي اشكال عليها، بس طبعا ما يكون كتير مثلا قلي ودهون وهي، نحاول تكون الكمية قليلة. يعني مثلا نكتفي بمثلا شيء بسيط من الخضرة مع كمية مثلا 4 معالق من الرز مثلا، او اي نخفف الكميه لاحقين نرجع ناكل وجبه. انا نصيحتي انه عددوا الوجبات افضل بكثير من وجبه واحده وبعدها حاقعد لبعد للساعه 12 بالليل وانا بعدني متضايق وما تهنيت بالاكل اللي اكلته، ولا قدران اقوم صلاه، لا قدران اقوم عباده، اعطوني سوري مهدم واعطوني مدري شو، وبالتالي خمول ما تقدر اقوم نمت ولا قادره اكمل نهاري. فكتير صعب هذا الموضوع. مجرد نخفف الكمية ونقسمها على وجبات. أنا ممكن هلأ أكل هدول، بعد شوي أنا ماني ضروري بعد الوجبة كمان أرجع أكل الفواكه أو أكل الحلو. لاحين شوي شوي ممكن هدول ناخدهم بعد فترة. يعني نقوم مثلا نروح صلاة التراويح نصلي كذا نرجع ناخد شيء، حتى لو أخذنا شيء من العصائر فهون معلش ما أجوا دفعة واحدة، يعني الجسم بلش ياخد فتله شوي، فممكن ناخذ العصير او ممكن ناخذ خشاف، ممكن ناخذ الفواكه كما هي افيد طبعا، ممكن حتى قطعه الحلو ناخذها طبعا يعني ما طبعا مو بكميات كبيره، وخاصه اذا عاملين دايت فرحنا حنحدد انه مرتين بالاسبوع ناخذ شيء. فكمان ممكن هيك نوقف نرجع مثلا من الساعه 12 ما ناكل شيء لوجبه السحور، لانه بقى وجبه السحور هي بدها شيء ثاني نبلش فيه مشان نقاتل يومنا الثاني. تمام. هلا بالنسبه للاشخاص اللي هن بيحبوا كمان بالاضافه للصيام بيحبوا يكون عندهم خساره وزن وبيحسوا انه هي الفتره هي الفتره مثل ما بنقول الذهبيه لحتى نحن نخسر وزن، شو هو النظام الغذائي اللي بيناسب هدول الاشخاص وفعلا قادرين يخسروا فيه إذا بدنا نقول كمية منيحة من الدهون؟ هلأ رحنا برمضان عنا فرصة ذهبية، لأنه أول شيء أنه السكر بالدم هو رحنا عم نستنفذه للطاقة تمام، فعم نوصل للفترات اللي قبل الفطور فصرنا بدنا ناخذ من مخازن تانية. فالجسم شو بيعمل؟ أنا وقت ما عندي سكر جلوكوز بالدم فبدنا ندور على شيء ليحرقه ليعطينا طاقة تمام، فبيبلش يفوت على مخازن الدهون ليحرقه لحتى يعطينا تمام. فمعناتها رحنا هون عنا حرق خالص، مثل وقت كون عم بالجيم رحنا عم نلعب أول الساعة ولسه ما فتنا بالحرق، يعني عرفت كل هذا المجهود لسه ما فتنا بالحرق، هون وصلنا للحرق بهذا الطبيعي. فرحنا وقت مثلا نمشي شوي قبل الفطور مثلا ممكن نعمل رياضة إذا قدراني شوي قبل الفطور، طبعا مو رياضة عنيفة أكيد مشان ما يصير عنا أي حالة إغماء أو عياء. فهي فرصة من الفرص إنه ترافق إنه قلة الكميات الكبيرة، في ناس كتير بتستفاد برمضان لأنه هي بتلقوش طول النهار، فهذا انقطع ما عاد في لقوشة طول النهار، يعني كمان هي الكميات موقفت. مجرد شوية انتباه لنوعية الطعام مع كمية الطعام
مع شوية رياضة فنحن كتير خلينا نقول الفطور والسحور، نوعية الطعام فيهم، كمية الطعام فيهم هن بيحددوا إذا نحن حنخسر وزن فعلا تمام. أو لا. تمام. يعني هلأ مجرد رحنا ما بشكل عام كلنا صرنا نعرف إنه مجرد ما نوقف نشويات، مجرد ما نوقف سكريات، رحنا أكيد مع شوية رياضة حنخسر وزن. تمام. فرحنا يعني أسوأ الأمور اللي رحنا بنعملها مو بس بالفطور، بالسحور. يعني بالسحور هو رحنا عم نعتمد صحيح. على الخبز، نعتمد على المعجنات، بنعتمد أياما على المعروك وعلى هالقصص، فكمان هي مشكلة. أنا إذا بدي عاملة دايت أكيد ما بدي أخذ معجنات على السحور، صح بدي شيء إيتني، بدي أخذ طاقة، بس أنا حأخذها طاقتي من مثلا وقت بزيد مع صحن السلطة، قطعة دجاج، قطعة سمك، تونة، أخذ بروتين. البروتين حيشبعني، أنا ما بدي أخذ لا دهون ولا نشويات ولا سكريات. هي يعني مثل ما بيقولوا شغلات صغيرة بنقدر نغير فيها، هي كتير حتساعدنا. نعم. كمان دكتورة خلينا نحكي عن بعض الأشخاص اللي بيعانوا مثلا من اضطرابات هضمية دائما، أو اللي عندهم كولون. بنعرف إنه رمضان بيفيدهم لأنه بيغير العادات الصحية، وأيضا بيساعد الأمعاء والكولون على يعني تخف الأعراض اللي بتظهر بالأيام العادية. تمام. كيف ممكن يكون نظامهم الغذائي ليستفيدوا من فترة رمضان؟ هلا أهم شيء بقصة إنه انتفاخ الكولون، المشكلة إنه مثل ما قلنا أهم شيء ما يروحوا ياكلوا وجبة كتير تكون كبيرة، يجزئوها على عدة أجزاء. هلا انتفاخ الكولون هو مرض معند، يعني مستمر، ما انه هو يوم او يومين او باخذ حبه ممكن اشفى منه، فكتير بدهم ينتبهوا لانه حيعانوا كتير من انه انا عندي فراغ بالمعده طول هذا الوقت واجيت حطيت وجبه واحده، فحيصير عندهم ازعاج. هلا للاسف انه شهر رمضان هو مفروض يكون هو لتنظيف الجسم من السموم، لرياحه البنكرياس، لاعاده الخلايا، لتجدد الخلايا، حتى لاعاده الجهاز المناعي يكون اقوى. مزبوط. بس رحنا عم نستخدمه بالترتيب العكسي تماما، فعم يصير هو مشكله اكثر معي. انا بفضل بالعكس انه رحنا نستفاد من برنامج شهر رمضان ونتابع فيه بعد رمضان. يعني انا كثير في صبايا بس عم تيجي لعندي بقول لهم قبل رمضان خلينا نبلش صيام متقطع، انت بتفوتي على رمضان مرتاحه لانه انت بلشتي تتعودي. هلا اهم شيء انه دائما ياخذوا سوائل منيح، يعني اي حدا بين فتره الفطور وبين فتره السحور نضل عم نشرب مي بمعدل تقريبا كل ساعه كاسه مي. هلا يلي بيكون عنده مشاكل نفخه او مشاكل كولون، لا معلش فيني استبدلهم انا بكمون، فيني استبدلهم مثلا حتى بالزنجبيل، فيني استبدلهم بزهورات، فيني استبدلهم بشيء يخفف هالتشنج اللي عندي اياه بالكولون. بس بعض الاشخاص ممكن بيتصرفوا تصرفات غلط، مثل انه نحن نشرب كميات كثير كبيره ومبالغ فيها من المي قبل السحور، بنلاقي قنينة المي على الطاوله، بضل الشخص يشرب مشان ما اعطش ثاني يوم. طب هذا الشيء كيف ممكن يكون رد عكسي للجسم ويأثر سلبي بدل ما يكون ايجابي فعلا؟ هلا هو المشكله انه انا اذا بدي اشرب هيك فهو جسم ما حيستفاد منهم، سوري هدول حيروحوا للاطراح، ما حيستفاد طيب. منهم الجسم. لذلك عم نقول من فتره الفطور لفتره السحور كل ساعه يعني التواتر بشرب المي، فحيمتصوا الجسم شوي. يعني رحنا بدنا نعتبر جسمنا مثل هيك الاسفنجه او مثل حتى التربه، فشوي ورا شوي بيمتصوا. اما اذا بده يتعوميها بالمي فهو حيطلع ما حتستفادي منه نهائيا، وحتعطى شيء اكثر بالتالي. يعني وغلط حتى كثير كمان نشرب العصائر لانه السكر حيعطشنا، واي شيء حتى مالح مثلا عم ناكل بوشار او عم ناكل شيء كمان حيعطشنا. والمقالي كمان بينصحوا دائما بعد عنه. طبعا المقالي كثير، مع انه هي بتكثر للاسف السمبوسك والكبده والمدري شو يعني بنتاخذ العربي كثير معروفه هي. انا مالي ضد، انا مع حلو دائما ناخذ من عادات وتقاليد رمضان، بس نشلبنا شوي بشيء يتاقلم مع حياتنا يعني اليوميه وما ننضر منه. يعني ممكن بدل القلي نروح على الشوي شوي، مثلا نشوي الكبه، نشوي البرك، نخفف من الدهون اللي هي فيها، بس فقط لا غير، يعني تغييرات بسيطه مو اكثر. اكيد يعني بنتمنى اكيد الصحه والسلامه، وهو شهر الصوم وايضا شهر بيتخلص فيه الجسم من السموم مثل ما قلتي دكتوره بالتغذيه دينا العطرنا. نشكر وجودك معنا، شكرا على كل المعلومات اللي قدمتيها. عفوا، اهلا وسهلا. شكرا كثير لك دكتوره.